معنا من دارنا الآن المتحدث باسم الداخلية الليبية طارق الخراز. أهلا بك معنا أستاذ طارق. ما هو وضع جهود الإنقاذ الآن بالتزامن مع الاستمرار في التضارب بالأرقام؟ ودعني أبدأ بالجزء الثاني لو سمحت كإجابتك على هذا السؤال. الأرقام لا تزال متضاربة بالنسبة إليكم أم هي يعني واضحة وأنتم على ثقة بأنها حقيقية ومحدثة بالكامل؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين الكرام. طبعا أنا سأجيب على النقطة الثانية من السؤال بمعيارين مهمين، الأول يتحدث بشكل تنبؤي والثاني يتحدث بشكل توثيقي وفق إجراءات النيابة العامة. نحن كأجهزة تابعة لوزارة الداخلية نعمل بالتوثيق التابع للسلطة القضائية، وما نص عليه القانون بأن المتوفي أنه يسجل بشهادة الوفاة الرسمية. أما مسألة التنبؤات ومسألة الذين هم قاطنون داخل مدينة درنة، نحن نستمع إلى أقوالهم، وهذه مرحلة أخرى ستأتي أمامنا في مرحلة التحقيق فور الانتهاء من العمليات، لأن قد تكون الأرقام ما بين المفقودين على سبيل المثال أن هي 5000 والقتلى 5000، ولكن هناك أناس أخرى لم نعلم عنهم شيء، هم مفقودون، لم يسجلوا في ديوان المفقودين. لماذا؟ لا يوجد المبلغ. سنستعين بشهادة الشهود، سنستعين بمن هم من ذوي أقربهم من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة، من الأصدقاء، أصدقاء العمل إلى غير ذلك، حتى نثبت كل المفقودين داخل مدينة درنة. الأمر أستاذي الكريم ليس بالهين كما يعتقد صحيح، بس الكثيرين يعني السجلات بعد موجودة ولا السجلات المدنية لا تزال موجودة؟ نعم. أو أيضا في مشكلة في هذا الموضوع وهو ما سيؤخركم؟ لا أعتقد، لأن الأرشيف الإلكتروني في ليبيا خاصة فيما يتعلق بالبيانات هو مربوط بمصلحة الأحوال المدنية في العاصمة طرابلس، سواء كان في بني غازي، في درنة، في أي مكان. هو أرشيف إلكتروني تستطيع في أي لحظة أن تنزل من أي مكان تكشف عن هذه البيانات باسمه وعنوانه. عظيم، هذه النقطة وصلت الآن. بالنسبة إلى ما قلت أنه موثق وليس تنبؤا فقط بالأعداد، كم هو الرقم لو سمحت؟ طبعا ما هو ما تم توثيقه لم نتجاوز إلى عدد 3000 بالضبط، 3300 قتيل تم دفنهم داخل مدينة درنة سواء في الغربي والشرقي. البلاغات عن المفقودين تجاوزت 3700 لربما أو أكثر، ستزيد في الأيام المقبلة، لأننا كلما نشهد استقرار عودة بعض الأهالي في مدينة درنة نتحدث عن ناجحين بأرقام داخل مدينة درنة. هم الآن لربما منهم من مع في أعداد المفقودين، هناك أخرى أناس خارج البلديات مدينة درنة، في أناس أخرى موجودين في مستشفيات سواء كانت طبرق، سواء كانت البيضة، سواء كانت بنغازي. يعني هذه يعني أحيانا عم نعتقد بأنه الرقم كبير ولكن بيكون مبالغ فيه، ثم يعود بعض الأهالي ولا يصبحون ضمن المفقودين، إنما سيعدون من النازحين السابقين الذين عادوا، بالتالي ربما تكون أعداد كبيرة من هؤلاء. صحيح؟ صحيح صحيح. هو اللي حصل عندنا كالتالي في مدينة درنة، هناك من تم التعرف عليه من قبل ذويه، عائلة فقدت 2 3 4 من العائلة، وتم التعرف ولو شخص واحد من العائلة على هؤلاء الجثامين وتم دفنهم. هناك مفقودين لم تتوفر لدينا معلومات عنهم. لماذا؟ هذا دليل متوقع كما تشير بعض الأخبار داخل مدينة درنة ومن أهل مدينة، أن عائلات كاملة تم يعني عائلات انتهت بالكامل، يعني عائلات من بين 60 و70 إلى فرد في أسرة واحدة. هنا لن تتحصل على مبلغ من يعطيك الأسماء التي هي مفقودة من بين 60 و70. الجرح حقيقة كبير جدا في مدينة درنة، العمل مازال متواصل، فرق الإنقاذ ما زالت تعمل، من يتم استخراجه في هذه الفترة. نحن نعرف أنه قد تجاوزنا أكثر من 9 أيام على هذا الفيضان الذي ضرب مدينة درنة، نعمل على أخذ العينات وإرسالها إلى التحاليل الجنائية لإثبات الهوية في المستقبل، وهذا أيضا يعني سيكون في وقت لاحق مع الاستفاء بالإجراءات الاستدلالية الخاصة في وزارة الداخلية. هل يعني
كان هناك محاولات من قبل جهات ما محلية أو خارجية للمبالغة في أعداد المتوفين؟ لا شك، أنت تعرف دائما في الحروب وخاصة في الكوارث الطبيعية والأخبار الزائفة والأخبار التي لربما تكون بعيدة كل البعد عن الحقائق، يعني الكثير نحن الآن كوزارة الداخلية قد ننام في اليسارين في مدينة درنا بأن الأرقام عاطفيا نتحدث عن أرقام خيالية، ولكن توثيقيا نحن نختلف معهم كثيرا، ولربما بعض المواطنين وبعض الآراء من يشكك أننا لا نريد التأويل أو أن لا نريد يعني تكبير الحجم الكبير أو الكارثة في مدينة درنا. أخي الكريم، نحن يعني كرجال أمن داخل مدينة درنا أو أي قطعة أرض في 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 دولتنا الحبيبة الليبية، هو مواطن أينما يكون، يعني ستكون يعني خيبة أمل لنا نحن إذا أصابته مصيبة، فما بالك بأرقام سواء كانت بالألف والألفين وثلاثة آلاف والأرقام الأخرى. صحيح، للأسف للأسف أستاذ طارق. نعم، هذه هناك تصريحات من سياسيين كبار في ليبيا الآن يتحدثون عن يعني عدم صحة وجود تنسيق الذي كان يتحدث عنه الكثير من المسؤولين والمحللين الليبيين في الأيام الأولى. الآن هناك تصريحات واضحة بأنه ليس هناك تنسيق، بل اتهامات وصلت إلى حد ما يوصف أو يصفه هؤلاء المسؤولون بسرقة جهود الشعب في محاولات إنقاذ يعني بعضه البعض ولملمة جراحه. أعتقد أن المهنية سيدي الكريم قد غابت عن المسؤولين في ليبيا سمحهم الله. يعني أنت إنسان غير مختص بهذه الإدلاب التصريحات، سواء كنت سلطة تشريعية أو تابع أي جهة أخرى، أنت غير معني بالحديث هذا. المعني هي وزارة الصحة، المعني هي وزارة الداخلية، هذه هي الأرقام في أي دول في العالم تؤخذ الأرقام الحقيقية من هذه الوزارات يعني مختصة، سواء من الجانب الصحي أو الجانب الأمني. ولكن أنا أستغرب أن في بعض القنوات ما هي تأخذ فيها تصريحات مثلا من متحدث باسم مجلس النواب الليبي أو غيره من متحدث أو شخصية بعيدة كل البعد. يعني في خلال تقريركم التي استمعت لي الآن، من تحدث عن نسبة الدمار في مدينة درنا يعني فاقت 70%، بل بالعكس الأماكن التي تضررت في مدينة درنا تضررت 100%، انعدمت فيها الحياة كليا، ليس 70-30%، هذه لا وجود لها أصلا. هذا دليل على أن الأمر أنه غائب عن الواقع ولا يعني شيء. بغض النظر، كل المسؤولين يعني لهم الحق بأن يتحدثوا، ومن تحدثنا إليه مسؤول بمصلحة الطرق والجسور في حكومة الوحدة وعدد هذه الأعداد، هو من حقه أيضا أن يعني يدلو بدلو في هذا المجال، كما من حقك أن تتحدث إلينا. جهودكم الآن على ما تنصب وماذا أنتم بحاجة إليه تحديدا في هذه الأيام؟ ما الذي لا يزال ناقصا؟ هل الجهود لا تزال بطيئة بسبب نقص الإمكانيات أم أنه فقط عامل الوقت؟ لا صحيح، هو عامل الوقت مهم جدا، خاصة أن البعثات الدولية حقيقة وفرق الإنقاذ الدولية عفوا يعني حقيقة قائمة بجهد. نحن نشكر المجتمع الدولي وكل الدول الصديقة والعربية التي وصلت إلى مدينة درنا يعني حقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم في هذه الفرقة وهذه البعثات يعني كان لها دور في انتشال العديد من أجهزة الاحتواء الأمن الصحي داخل مدينة درنا، بالإضافة إلى أن الظروف الصحية يعني ما زالت تحت السيطرة، بالإضافة إلى أننا وصلنا إلى بعض الأحياء داخل مدينة درنا في اليومين الماضيين. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم الداخلية الليبية طارق الخراز من درنا، تحياتي إليك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.